التحولية والفكرية باسم منظمة تنمية في سان سيتين مع اتحاد المقاولة السيدوان في إطار الأنشطة الدورية، على اعتبار أننا نرسلوا رسالة واضحة أنه الدور الإعلام المغربي لا يمكن أن يقتصر فقط في نقل المعلومة أو نقل الخبر، وإنما نلعب دور أساسي وكبير سواء في القضايا الوطنية التي تهم الوطن أو كذلك في قضايا مثل إرساء الأصول الديمقراطية، وهذا هو الدور الإعلام الحقيقي. اليوم كنعرفوا على أنه العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو بين الضفتين هي علاقة متطورة جدا، كان لابد من كإعلاميين مهنيين أننا نلتفتوا نحو هذا الموضوع ونعملوا هذا اللقاء اللي حضروا فيه ماشي فقط الإعلاميين ولكن هو يهم جميع الفئات ديال المجتمع. نتمنى أنه هذا اللقاء يبدا في طنجة اليوم ويكمل غدا إن شاء الله في مدينة تطوان. علاش طنجة وتطوان؟ ما كانش عباسيا، وإنما نعتبر أن مدينة طنجة ومدينة تطوان مهدية الإعلام ما قبل الاستقلال ديال المغرب، وبالتالي لابد إرسال ديال رسالة أنه في إطار جهوية متقدمة كان لابد أننا نهتموا بمثل هذه القضايا. وشكرا لوسائل الإعلام اللي كتواكب هذا الندوب. خلي ثمن الوقت.